ناغم بين جمال الطبيعة المتوسطية وبصمات التاريخ. تيبازا تشهد على تعاقب حضارات عديدة أودعت بها لمسات ثقافية مميزة جعلتها تصنف ضمن التراث العالمي المحفوظ لليونسكو منذ سنة 2002. مدينة تيبازا القديمة عرفت توافد العديد من الحضارات. جو الفينيقيين في القرن السادس قبل الميلاد، جو بعدهم الرومان في القرن الأول ميلادي، وفي حوالي القرن الخامس ميلادي جو الوندال، وفي القرن السادس للميلاد استعاد البيزنطيون المدينة من الوندال. هذا الموقع يتعرض اليوم لسلوكيات سلبية تستلزم التعجيل باتخاذ التدابير لحمايته وتحسيس الزوار بأهميته. ندير نداء للزوار كيجيو لهنا يعني يعاونونا من ناحيه الماكله تاعهم، هذيك ما ياكلوش عندنا في السيت، ويعطيونا فرصه حنايا باش الصيانه تاعنا لهذا الموقع هذا اللي كيما حكمت ل 50 او 100 سنه من قبل تحكم 100 سنه او 200 سنه من بعد. مبادره كنا درناها احنا في اطارات المتحف، نجمعوا السدادات والقرع تاع البلاستيك باش نحميوا البيئه ونظفوا المحيط، ومن جهه اخرى نتبرعوا بهم لصالح جمعيه اطفال القمر. احترام رمزيته والحفاظ عليه سلوك حضاري.